بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى في محاضرة جديدة من محاضرات مكرر المشروع البحثي Research Project ENT636 المكرر على طلاب الماجستير في الابتكار ريادة الأعمال والابتكار. النهاردة إن شاء الله موضوع محاضرتنا Analyzing Quantitative داتا او analyzing data quantitative، اللي هو التحليل الكمي للبيانات. بنهدف ان شاء الله في نهايه المحاضره ان احنا يكون عندنا فكره جيده عن ازاي ممكن نعد الداتا بتاعتنا للتحليل الاحصائي او quantitative analysis، recognize different types of data. الداتا بيتم التحصل عليها من الاستبيان، ليها انواع، نتعرف على الانواع دي ونفهمها، و select the most appropriate tables and graphs to explore and illustrate different aspects of your data. هنعرض بقى البيانات دي في شكل ايه؟ نعرض البيانات في شكل graphs، رسوم بيانية أو tables، جداول. هنعرف ايه الأنواع المختلفة الموجودة، وازاي ممكن نستخدم الـ SPSS في عرض هذه البيانات بطرق جذابة وسهلة وبسيطة. Select the most appropriate statistics to describe individual variables and to examine relationship between variables and trends in your data. الحقيقة هو الهدف إن إحنا بنعمل تحليل إحصائي عشان نوجد علاقات بين المتغيرات، فبنختار أساليب إحصائية واختبارات إحصائية معينة، وهنتعلم بقى الـ appropriate statistics، إيه هو أفضل اختبار إحصائي ممكن أستخدمه عشان أوصف variable معين، عشان اعمل ريليشن شيب او ابحث في علاقه ما بين متغيرين تابع ومستقل وهكذا. والاهم من ده كله الانتربريتيشن، او انتربريت ذا تيبل جرافس اند ستاتستكس ذات يو يوز كوركتلي. لما تيجي تبتدي تحليل داتا اناليسيز كوانتيتيفلي، اول حاجه لازم تعرف للاس بي اس اس، المتغيرات بتاعتك والكيسز بتاعتك. هيبقى معانا إن شاء الله داتا سيت النهاردة هتوريني إزاي. دي عبارة عن داتا سيت أو بيانات تم تجميعها من خلال دراسة كوانتيتيف. ها بنستخدمها النهاردة لأغراض الإيه الليرنينج بيربسز، يعني عشان نتعلم إزاي نستخدم اس بي اس اس. فهنشوف إزاي ممكن ديفاين فاريبل باستخدام اس بي اس اس، وإيه هي أنواع الداتا داتا تايبس، وكيفيه القياس او المقاييس بتاعتهم، سكيل اوف ميجرمنت، والنيوميريكال كودز يوزد تو كلاسيفاي داتا تو انشور they will enable your research question to be answered. وكمان ازاي نعمل عمليه التكويد او الكودينج. هندي كل متغير رمز او كود بيرمز ليها، ويورينا ازاي ممكن نتعامل عشان بعد كده يسهل ان احنا نتعامل مع الفاريبل ونحدد ونفهم الـ variables المختلفة في الدراسة. يعني إيه كلمة كيس؟ كلمة كيس اللي هي an individual unit for which data have been collected، الوحدة الوحيدة الفردية اللي تم تجميع البيانات منها. يعني الـ unit ممكن في دراستك تكون شخص، individual، entrepreneur، consumer، شركة، يعني فكل كيس بيتم تمثيلها بصف أو رو في الايه السوفت وير، اللي هي تعتبر استبيان جاي من الايه الدراسه. يعني لو انا عندي مثلا العينه بتاعتي 30، حجم العينه بتاعتي 30 شخص، يبقى انا عندي 30 كيس. So for example a case might be a respondent، ممكن تكون الكيس دي شخص بيشارك في الدراسه، respondent an individual organization or a country، ممكن تكون بلد. لو انا بشتغل دراسة على حجم كبير، بعمل دراسة بين البلاد المختلفة، فالوحدة أو الكيس بتمثلها بلد أو organization أو هكذا. So the data set would comprise the data collected from the respondents, organization or countries, magazine advertisement, television commercial or organization tweets you intend to analyze. اللي أنت بتدور على تبحث في دراسة معينة باستخدام الـ individual units دي. ممكن تكون في بعض الناس اللي بتشتغل في مجال التسويق والإعلانات، يعني هو يكون الـ unit بتاعته أو الكيس بتاعته المجازين advertisement، الإعلانات في المجلات أو في التلفزيون وهكذا. نوع الداتا، داتا تايب.
الحقيقة لو هنا قسمنا المتغيرات عندي في الدراسة، في أي دراسة هيبقى نوعين لا ثالث لهم، بس تحت كل نوع في أنواع تانية. فالمجموعتين دول كاتيجوريكال ونيوميريكال. كاتيجوريكال داتا اللي هي الداتا اللي قيمها دايما لا يمكن قياسها بشكل رقمي، cannot be measured numerically but can be either classified into sets categories. يعني على سبيل المثال هقول لك ايه، انا هسألك النهارده اقول لك واحد بيصنع سيارات، an auto manufacturer might categorize the type of vehicle، وبيصنف العربيات اللي بيصنعها لأربع أنواع: هاتشباك، صالون، استيت اند اس يو في، او سبورتس يوتيليتي فيكل. دلوقتي المتغير ده او الداتا اللي بيتم تجميعها بخصوص انواع السيارات اللي بيتم انتاجها، هتختار هيقول لك يا اما هاتشباك يا اما صالون، او بيختار اكتر من حاجه. فالاجابه على هذا التساؤل هتكون في شكل كاتيجوريز مش ارقام، مش هيديني نيوميريكال، مش هيديني فاليو، هيديني ايه بس الرقم اللي بيدل على المجموعه اللي احنا بنتكلم عليها. فمثلا الجندر، مثلا الجندر يس اور نو، مجموعتين ميل ام فيميل، مجموعتين بس، هكذا. والكاتيجوريكال دي ممكن نقسمها، احنا لسه ما اتكلمناش عن النيوميريكال، هنتكلم عليه كمان شويه. الكاتيجوريكال ممكن نقسمها لنوعين تاني او ثلاثه كمان، نومينال ودايكوتوماس. هي نومينال هي دايكوتوماس على فكره، واوردينال او رانكينج. ايه النومينال ده؟ اللي هي لما اجي مثلا بقى عندي اكتر من مجموعه، اقول لك مثلا مستوى التعليم عندك ايه، الدرجه اللي حصلت عليها، هتقول لي بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه، او حد مش متعلم خالص، او حد معاه مرحله تعليم اساسي. فدي مجموعات، يعني they are all nominal data. ما ينفعش ان انا اديها numerical value. وده دايما بيبقى موجود في كتير من الاسئله اللي بتبقى موجوده في الاستبيان، واحيانا كمان بيتم تحويل بعض الاجابات في الاسئله الاوبن اندد في الانترفيو الى nominal data. يعني انا بحولها لكاتيجوريز او مجموعات، زي مثلا سؤال بسيط اقول لك انت بتروح بسالك في المقابله الشخصيه، انت بتروح الشغل ازاي؟ ايه هي وسيله المواصلات؟ واتكلمنا عنها. فبسيب لك الاجابه اوبن اندد، لكن الحقيقه بعد ما باخد منك البيانات دي واجمعها بحط الاجابات دي في مجموعات، اللي بيروح بالبايسكل والباص والريل او الترين او الكار او بيمشي او ووك، يبقى عندي خمس ست مجموعات. دي نوع من انواع الداتا اسمها نومينال، او اللي هي تحت الكاتيجوريكال داتا. والدايكوتيمس هو نوع برضو آخر شبيه جدا بالنومينال، تمام، بس هنا بيشمل المجموعتين بس. يعني الإجابة على السؤال بتيجي في شكل إجابتين، يس أور نو، نعم أو لا، ناجح أو غير ناجح، باس أور فيل، أبيض أو أسود، وايت أو بلاك، هكذا. الاوردينال برضو لا يزال من الداتا اللي تعتبر كاتيجوريكال، ولكن يمكن ترتيب المجموعات على حسب مثلا اكثر والاقل، الاعلى والمنخفض، وهكذا. زي ايه مثلا؟ زي سؤال بيسأل عن الدخل بتاعك، اقول لك ما دخلك. فالاوردينال هنا لما اقول لك ما دخلك، اللي بياخد من 2000 ل 5000 دولار، دي مجموعة 5000 ل 10 دولار، مجموعة تانية من 10000 ل 15، مجموعة أكتر من 15 مجموعة رابعة، يبقى أنا المجموعات دي يمكن الترتيب ما بينها. أو أسألك مثلا، قول لي أكتر نوع كار بالنسبة لك، أكتر نوع سيارات بالنسبة لك بتفضله، فهتعمل ترتيب من واحد لأربعة مثلا، رقم واحد بي ام دبليو، رقم اثنين مرسيدس، أنا هكذا. فالنوع ده من البيانات اسمه الإيه؟ اسمه كاتيجوريكال بات اوردينال او رانكينج، لان بيحصل في نوع من الايه الترتيب في relative position of each case within your data set.
النيوميريكال بقى قصته مختلفة شوية. احنا خدنا الكاتيجوريكال قسمناه لثلاث انواع، اللي هو في الحقيقة نوعين بس، لكن في نوع بيشمل النومينال او الدايكوتوموس اللي هم زي بعض، بس ده اكتر من مجموعة وده مجموعتين فقط. وايه الرانك اللي هو بيبقى فيه ترتيب بينه وبين الايه المجموعات الاخرى. النيوميريكال بقى مختلف شوية، اللي هو يمكن قياسه ويمكن عده. numerical data are those whose values are measured or counted numerically as quantities. This means that numerical data are more precise than categorical, as you can assign each data value a position on a numerical scale. زي ايه كده؟ زي درجة الحرارة مثلا. درجة الحرارة، أقول لك ما هو ما هي درجة الحرارة اليوم؟ 30 درجة مئوية، 35 درجة مئوية. ماشي، يمكن تقسيم النيوميريكال داتا الى نوعين برضو، انترفال وريشيو. ايه الفرق ما بينهم؟ خلينا نعرف الفرق ما بينهم. لو بقول الريشيو الانترفال اللي هي بيبقى فيه مسافات متساوية بين كل قيمة والأخرى، يعني مثلا درجة الحرارة على مقياس سيليزيوس أو أي مقياس، في فرق بيبقى فيه 10، 20، 30، 40، في تقريبا فرق 10 درجات بين كل درجة والأخرى. ها، وده بيسمى إيه؟ ده بيسمى interval scale. الريشيو زي الاسم كده، معنى كلمة ريشيو معناها نسبة، ريشيو معدل. المعدل معناه ان في you can calculate the relative difference between any two data values. يعني هقول لك مثال عشان نبقى نوضح كلمه الريشيو داتا تايب. لما اقول لك في شركه مالتي ناشونال عملت ارباح في سنه مليار جنيه، مليار دولار، وعملت 2 مليار في السنه اللي بعدها، نقدر هنا نقول ان السنه دي او السنه اللي احنا فيها الأرباح تضاعفت، دبل. The profits have doubled، يعني إن الإيه أرباح تضاعفت. وده معناه إن عملت مقارنة relative difference between this year profit and the previous year profit، بين أرباح السنة دي وأرباح الإيه السنة اللي فاتت. بما إن في نوع من ال relative difference بيسمها ratio. يمكن تقسيم الداتا برضو إلى أنواع أخرى، منها الـ continuous أو الـ discrete. الـ continuous شبيهة بالانترفال أو الـ يس الانترفال هي ما فيش difference. Those values can theoretically take any value، ها، أي قيمة، درجة الحرارة برضو، قياس المسافة وهكذا. وفي الديسكريت أو الإيه العكس، الكونتينيوس اللي هي برضو شبيهة بالإيه بالكاتيجوريز أو المجموعات. يعني each case can take one finite number of values. هو برضو، أنا آسف، هو لسه لازال numerical مش categorical، ولكن الديسكريت هنا بيختلف عن الكونتينيوس. يعني انت الكونتينيوس ممكن تقول درجة الحرارة النهاردة 25 ونص، ففي نص، في درجة، في قيمة بريسايز محددة. لكن ما اقدرش اقول في الديسكريت ان مثلا ايه النهاردة الشركة بتاعتنا صنعت 10,000 منتج، 10,000 و 3 من 10 موبايل. مفيش حاجة اسمها كده، هو الرقم لازم يبقى يكون انتجر، عدد صحيح. ها، فبالتالي النوع ده من الداتا اسمه ديسكريت، ديسكريت داتا. كل انواع الداتا دي طبعا بيمكن التعامل معاها باستخدام السوفت وير. ها، وهنشوف طبعا امثله كتير النهارده. معانا الاس بي اس اس وهنستخدمه. ها، وكمان ممكن اس بي اس اس يحلل كمان السكندري داتا. السكندري داتا يعني لو بيانات موجودة عملتها الحكومات ودراسات مسيحية موجودة، ممكن أعمل متغيرات وأديها أكودها أو أديها رموز تعريفية، وبعدين أدخل على الاس بي اس اس يحل. فبيتعامل مع البرايمري داتا اللي أنا بجمعها، وبيتعامل مع السكندري داتا اللي هي موجودة أوريدي.
طيب عملية الكودينج بقى، عملية الكودينج خلينا نشوفها عشان تبقى أسرع، لأن لو اتكلمنا عنها بشكل يعني ممكن نتكلم عنها بشكل نظري كتير جدا، وفي الآخر محتاجين نعرف هي بتتم إزاي أفضل من خلال الـ SPSS. خلينا نعمل ستوب شير ونطلع على الـ SPSS. هنا هي دي داتا سيت جاهزة، هي دراسة اتعملت موجودة وتم تجميع البيانات. الدراسة كانت بتهدف إلى معرفة تأثير الصورة الذهنية للمكان، سواء إذا كان مطعم أو سوبر ماركت أو متجر أو غيره، على ولاء العميل وعلى كمان الورد أوف ماوث وهكذا. مجموعة داتا جمعناها ومتغيرات بتاخد الصف في اس بي اس اس، والروز بتاخد الايه الكيسز او ايه عدد. هنا زي ما حضرتك شايف السامبل سايز 45 45، وفي اتنين فيوز، في الفاريبل فيو وفي الداتا فيو. بدايه بنبدا بالفاريبل فيو. طبعا هي اوريدي احنا مجهزين الايه الداتا، فاحنا بس عايزين ناخد مثال يوضح لنا ازاي ممكن اعمل ادخل الداتا او اعرف الفاريبلز عندي للاس بي اس اس، كمان ابدا عمليه التكويد اللي احنا بنقول عليه. طيب احنا عندنا متغيرات جاهزه، خلينا نضيف متغير اخر مثلا ونسميه الاتيتيود. اتيتيود اللي هو اتيتيود توردز ذا براند. لما اسال العميل اقول له ايه رايك في البراند بتاعتنا، بتحبها ولا لا، شايفها كويسه ولا لا، بوزيتيف ولا نيجاتيف، ده كلمه اتيتيود. واتيتيود بدخل على زي ما حضراتكم شايفين كده على variable view، بكتب هنا النيم، ده معناها ايه ال variable name. هو بيسألني اسم المتغير ايه، بقول له attitude. طب انا لو بقيس ال attitude ده باكتر من متغير، يعني ممكن هو عبارة عن بيسموه الايه ال construct. ال construct ده بيتكون من مجموعة item او مجموعة أسئلة، يمكن عشان من خلالها اقيس ايه الكونستر ده او المتغير ده. فممكن يبقى عندي اتيتيود 1 واتيتيود 2 واتيتيود 3. مثلا نقول الاتيتيود بتقاس بتغير المتغيرات، وشوف لما حضرتك بتنتهي هو باي ديفولت بيدي نوع نيوميريك كتايب، كنوع من انواع الداتا. هو اوتوماتيكلي اس بي اس اس بتعرف عليه ان هو نيوميريك، لو عايز تغير بتقف عليه وبتختار. بس احنا في الغالب كل الفاريبل تايب اللي بنتعامل معاها هي نيوميريك، فمش هنغير حاجه. تمام، هنا بيقول لي كل الحاجات دي باي ديفولت، مش محتاجين نغير الليبل. هتسمي يعني ايه الليبل ده؟ هي السؤال هنا هتساله ازاي؟ يعني عايزين نعرف الفاريبل ده لينا احنا بقى. الليبل ده مش هيظهر اس بي اس اس، ولكن هيبقى كلمة أو ستيتمنت تعريفية عشان تعرفني الـ variable ده إيه هو بيقيس إيه. فهنقول your attitude towards the brand. هنا بقى بيقول لي ابتدي دخل الـ values. هنا لو اتعاملنا معاها ها الـ attitude بيقاس بـ Likert scale، اللي هو مثلا خلينا نقول 5 بوينت ليكر سكيل. ها والاتيتيود بيكون يا اما بوزيتيف اتيتيود او نيجاتيف اتيتيود. فهنقول الفاليو رقم واحد، نكتب واحد ونقول بوزيتيف، ونقول او مثلا خلينا نقول نعدل فيها، خد بالك من ازاي ممكن اعمل تعديل. تمام، اتيتيود بوزيتيف او هايلي بوزيتيف، نديها يعني تعبير يوصفها على ان هي اقوى من غيرها، نقول تشينج. وبعدين نمبر ونقول ايه اوكي هاي بوزيتيف. وان
highly positive add اتنين positive نقول تلاتة اللي هي neutral يعني أنا على الحياد وأربعة نقول negative الإجابة العكسية وخمسة highly negative مثلا ونقول أوكي بقى عندي هنا متغير اسمه الاتيتيود والفاليوز بتاعته موجوده. بيقول لي بقى بيسالني ايه نوع السكيل ده، الثلاث حاجات اللي الاس بي اس اس بتعامل معاهم، يا اما سكيل يا اما اوردينال يا اما نومينال. اعتقد دلوقتي نقدر نفرق بين الاوردينال والنومينال. النومينال اللي هو كاتيجوريز، والاوردينال اللي هي كاتيجوريز برضو ولكن في بينها يمكن الترتيب او الايه الرانك. السكيل اللي هو الليكر سكيل زي ما احنا بنتعامل كده. يبقى اذا الاتيتيود ده سكيل، هنقف على سكيل ونقول اوكي. يبقى احنا بنسيب الكلام اللي عملناه وبنطلع على الداتا فيو، بنلاقي فيه متغير جديد تم اضافته اسمه الاتيتيود 1 و2 و3. خلينا شغالين على 1 بس. لو وقفنا على السيل دي او الخليه دي اللي هي بتمثل كيس 1 الريسبوندنت الاول وعايز ادخل البيانات بقى، يبقى انا اقف على الدروب داون منيو دي واختار الاجابه اللي جاوبها الشخص وادخلها. فمثلا افترضنا ان الشخص رقم واحد جاوب اجابه I have a highly positive attitude towards the brand but choose highly positive وهكذا، وأفضل ماشي في إدخال البيانات على حسب كل استمارة وعلى حسب كل سؤال بقراه في إيه في استمارة الاستبيان. تمام يا جماعة، ودي كانت يعني بداية بسيطة بشرح فيها نعمل ستوب شير إزاي ممكن أبدأ عملية الكودينج وإزاي أعرف الفاريبل. نرجع تاني بقى للسلايدز بتاعتنا، دي مهمة، هي موجودة طبعا بالتفصيل في السلايد وعملناها عملي. حضرتك ترجع تاني بقى لإيه لفكرة التكوين وهكذا. الكودينج مهم حتى لو بتشتغل كواليتيتيف، والمرة الجاية هنتكلم عن الكواليتيتيف داتا أناليسيس إن شاء الله، والداتا إنتري كمان اتكلمنا عنها. فخلينا يعني نعمل سكيب لبعض الحاجات اللي احنا شرحناها عملي عشان الوقت. طيب خلينا بقى فكرة الاكسبلورينج اند بريزنتينج individual فاريبل. عندنا متغيرات كتيرة، ولما تيجي عايز تعرضها في شكل منظم شكل جذاب يلفت النظر سهل الفهم لازم تستخدم الايه، تستخدم الامكانيات الموجودة في اس بي اس اس او السوفت وير عشان تعرضها بشكل جيد. ايه بقى المطلوب مني؟ طيب التابلز والجرافس في البدايه، اول لما بحب ابتدي اشتغل ديسكريبتيف ستاتستكس بيبقى عندي اعرض البيانات بتاعتي في شكل تيبل اوضحها، او جرافس يعني رسوم بيانيه او اشكال باي تشارت بار تشارت سكاتر بلوت اند سو اون. هنعرفهم واحده واحده وهنشتغل دلوقتي كمان اس بي اس اس عشان برضه بدل ما نتكلم نظري كتير يا جماعة، قدامنا تدريب عملي ازاي ممكن نستخدم الـ SPSS. طيب أول حاجة معانا اللي هي ازاي أعرض الـ Highest والـ Lowest Value. عندي بيانات كتيرة وعايز إيه أوضح للقارئ بتاع الرسالة بتاعتي أو المشرف بتاعي، أقول له والله دي أعلى قيمة في الداتا ودي أقل. الجرافس أو الرسوم البيانية اللي هي دايما بنستخدم الفيجوال كيوز، منها إيه؟ منها البار جراف، منها البيكتوجرام أو البيكتوجرام، وكمان في كذا نوع. إن إحنا من البار جراف ده ممكن نستخدم أكتر من حاجة. وفي كمان لو أنا عندي سؤال أوبن إندد ممكن أتعامل معاه إزاي وأعرض البيانات في شكل ما يسمى بالوورد كلاود، عشان تسهل برضه للقارئ ان هو يعرف يشوف الكلمه دي قررت كم مره في الايه في الدراسه. خلينا نروح للاس بي اس اس على طول ما نضيعش وقت. ستوب شير جو تو اس بي اس اس، وانا هعمل الاختبارات كلها وهي بسيطه
وبعد كده حضرتك تجربها وتشوف انهي مثلا جرافس يناسب حضرتك وتعملوا وتطبقوا في الايه البحث بتاعك. طبعا شايفين اس بي اس اس دلوقتي عاملين شير من السكرين، بنتكلم على البار جراف. البار جراف اللي هو بيبقى شكل اعمده بيانيه، عمود بياني يعرض البيانات عشان اعرف اعلى قيمه واقل قيمه. فبنروح ل analyze descriptive statistics frequency واختار مثلا المتغير الاول الايمج الصوره الذهنيه، واقول له والله انا عايز اشوف البار تشارت بتاع المتغير. ايه البار تشارت ده؟ هنشوفه دلوقتي. وحط لي النسب المئويه البرسنتج، اوكي، وقول اوكي كونتينيو. سيبك من كل الاوبشنز التانية مش محتاجينها دلوقتي، نرجع لها تاني لو محتاجينها ونقول اوكي. خلينا بقى نعمل ستوب شير ونشوف الايه الريزلتس بتاعت الاس بي اس اس شكلها ازاي. اول اوتبوت معانا النهارده اهو جاب لي بيانات بسيطه ديسكريبتيف عن الايمج. الايمج ده متغير او الصوره الذهنيه تم قياسه بالليكرت سكيل. الليكرت سكيل مكون من 5 اختيارات ديس اجري واجري والتكرارات. كم واحد من المشاركين في الدراسة قالوا ديس اجري مثلا 5، كم واحد كان على الحياد كانوا 10، والنسب المئوية وهكذا. وده اللي احنا طلبنا منه اللي هو الايه البار جراف. عمل رسم بياني عبارة عن 2 اكسس الايمج الاختيارات المتعددة دي وكم واحد اختار. فأعلى حاجة طبعا شفناها الهايست اللي هي السترونجلي اجري، واللوست طبعا اللي هي الديس اجري. واضح دي بسيطة جدا. طيب ممكن نعمل حاجة تاني غير طبعا ممكن نروح طبعا لأنالايز برضو descriptive statistics frequencies وفي نفس المتغير ونختار بدل البار جراف الباي جراف الباي تشارت. الباي هي برضو رسم بياني تاني بس بيعملوها في شكل دايرة متقسمة ل سيجمنتس أو شرائح، وكل شريحة بتمثل إجابة مختلفة. نقول continue مثلا أوكي. هو نفس المتغير ما غيرناش حاجة بس استخدمنا الايه الباي تشارت اسمها الباي تشارت اللي هي بتعرض برضو المتغير نفسه هو النسب والتكرارات وبيعمل بشكل شكل الباي تشارت بس ايه الوان مختلفه كل لون بيدل على حاجه. واضح ان السترونجلي اجري كانت اكبر حاجه اللي هي باللون اللي هي البينك ده. ممكن نعمل حاجه تانية او ممكن analyze descriptive statistics frequencies charts نختار الهيستوجرام. ايه حكايه الهيستوجرام ده بقى؟ ونقول له شو النورمال كيرف. الهيستوجرام هنشوفه دلوقتي بس هشرحه بعد كده تاني لان هو جاي معانا في تيست النورماليتي او التوزيع الطبيعي اللي هو قدام حضرتك ده اللي انت شايفه. ممتاز ان هو بيقول لي الهيستوجرام ده فيه البارز ولكن فيه خط اللي هو بيمثل المنحنى الطبيعي. هنتكلم عليه كمان شويه بس خليك فاكر ان ممكن نجيب الهيستوجرام من هنا من انالايز descriptive statistics frequencies ونختار charts وبنختار histogram. اوكي histograms يبقى احنا قدامنا اكتر من طريقه. ستوب شير خلينا نرجع تاني للسلايدز. ستوب شير وايه اتكلمنا على البار جرافس والبيكتوجرام في عرض النتائج الهايست واللوست وكمان الهيستوجرام. الهيستوجرام ده مهم قوي لان هو بيجيب لي برضو العرض للداتا. وفي اللاين جراف ما شفناش احنا اللاين جراف. اللاين جراف ده مهم برضه بيمثل وخصوصا الناس اللي بتشتغل في دراسات عايزه تبين ما يسمى تحليل ايه الاتجاه او الترند. الترند طالع ولا نازل ولا في تردد وكده بيستخدموا اللاين جراف. هنشوفها دلوقتي كمان شويه. وفي الباي تشارت قلناها. كنت قلت لك بقى الهيستوجرام ده ليه بنستخدمه؟ لأن بيساعدني في التعرف على ما إذا كان هذه البيانات أو الفاليوز بتاعة المتغير ده بتتبع المنحنى الطبيعي التوزيع ولا لأ؟ المنحنى الطبيعي normal distribution. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا دايماً الاختبارات الإحصائية عشان اعمل اي اختبار هناك بعض الاسامشن او الافتراضات اللي هي المفروض تكون موجوده في الداتا عندك عشان نطمن الاختبار ده هيبقى سليم. اول حاجه منهم اللي هي النورماليتي تيست او اختبار التوزيع الطبيعي. يعني بيقول ان
الأرقام أو الفاليوز لازم تاخد شكل منحنى طبيعي، ها في التوزيع. المنحنى ده شكله ازاي؟ شكله عامل زي كده، زي ما حضرتك شايف كده، شكل جرسي، جرس بيل شيب، ده شكل الجرس اهو. بيبقى في التوب هنا او القيمه اللي في الوسط دي، ها بتبقى حوالينها بيبقى في نوع من السيمتريه، سيمتريكال اراوند ذا مين، ده المتوسط الحسابي، المين هنتكلم عنه شويه، والميديان والمود، ده اللي هو الحاله الايديال او المثاليه، لكن صعب احيانا تتحقق، وخصوصا في مجال البيزنس والاداره ورياده الاعمال. لكن احنا بنطمح ان يكون عندي توزيع طبيعي في الداتا بتاعتي، لكن في الغالب ما بيحصلش، فنعرف ازاي ممكن يبقى في نوع من الريميديز او العلاجات لهذا الامر. فبياخد الخط ده بقى هو اللي بيبين اذا كان في توزيع طبيعي او مش توزيع طبيعي. طب لو ما فيش توزيع، يا اما المنحنى بياخد بوست ريسكو، يعني بيكون رايح كده ناحيه اليمين شويه، لونج تيل توورد ذا رايت، او بياخد نيجاتيف سكيو، مايل شويه ناحيه الشمال كده، وده بيبقى اسمه الايه، لونج تيل توورز ذا ليفت، ويا اما بيكون منحنى طبيعي اللي هو المطلوب بيل شيب كيرف. يبقى احنا نبقى عارفين البوزيتيفلي سكيود والنيجاتيفلي سكيود والفرق ما بينهم. في الغالب احنا نرجع، لو احنا رجعنا للرسمه اللي احنا شايفينها من شويه دي، كانت تقريبا بوزيتيفلي سكيود. ازاي ممكن حضرتك يا دكتور نتعامل مع فكرة البوزيتيف سكيو والنيجاتيف سكيو؟ سهلة جدا، خلينا نعمل ستوب شيرنج ونروح للاس بي اس اس. رجعنا للاس بي اس اس وعايزين نشوف اختبار ممكن يساعدني في التعرف على ما إذا كان الفاليوز بتاعت المتغير دي بتتوزع توزيع طبيعي ولا لا، بوزيتيفلي سكيود ولا نيجاتيفلي سكيود. عرفنا طريقة منهم اللي هي الهيستوجرام وشفناها، ممكن بالنظر بس كده بص على التوزيع طبيعي ايه، احيانا يا اما سكيود نيجاتيفلي سكيود او بوزيتيفلي سكيود. بس في اختبار مهم جدا، بسهولة يعني ما بياخدش وقت معايا، بشوف احصائيا اذا كان في توزيع طبيعي ولا لا. ايه هو نوع الاختبار ده؟ اسمه، هما اختبارين حقيقي وهما الاثنين بيكملوا بعض، اسمه كولمجروف سميرنوف اند شابيرو ويلكس تيست، يعني اثنين، كولمجروف سميرنوف ده واحد واثنين شابيرو ويلكس ده اختبار تاني، بس هما الاثنين نتائجهم بتطلع مع بعض في الاس بي اس. نروح لانالايز، ديسكريبتيف ستاتستكس، اكسبلور، ها وبيقول لي هنا محتاج تبقى في علاقة بين متغيرين، خلينا مثلا نقول image، ها وممكن ناخد الفاكتور ليست اللي هو الجندر، ها ونقول البلوت، سوري بلوت، البلوت الرسم، انا عايز الهيستوجرام مش عايز الستيم ليف، الديسكريبتيف اندر ديسكريبتيف بختار هيستوجرام، بختار نورماليتي بلوت ويز تيستس، ده اللي احنا عايزينه، نورماليتي، نورماليتي اللي هو اختبار التوزيع الطبيعي، بلوتس ويز تيستس وكونتينيو، اي اوبشنز تانية مش محتاجينها دلوقتي، اوكي. نروح بقى لرايت للريزلتس، ستوب شير. الاختبار ده عمل لي ايه؟ في البداية هو ديسكريبتيف، عمل ديسكريبتيف جدول اللي هو عليه السهم الأحمر ده، المتغير الأول اللي هو الإيمج في المجموعة اللي هي الميل دي، يعني بعض الاستاتستكس ده المين، هنتكلم دلوقتي عن معنى الكلام ده إيه، المين والميديان والمود والفاريانس والرينج والسكيونس والكورتوزيس، حتى هو مبين إذا كان في كورتوزيس أو سكيونس. طيب الاختبار بيقول إيه بقى وبيعمله إزاي؟ هو ده تيستس اوف نورماليتي في السهم الاحمر هنا بيشير اليه. عندي اختبارين، عندي اختبار الاول كومرجوف سيمرنوف ومكتوب الاي على اسم الاختبار، ها ودي السيجنيفيكانس كوريكشن. دايما انا بيشغلني او بحب اعرف الايه السيجنيفيكانس ليفل، هو ده مهم يعني بالنسبة لي. إذا كان
بص على السيجنيفيكانس، اذا كان القيمه هنا اقل من 0.05 يعني اقل من 5%، 5%، 5%، وده من البي فاليو، بيسميها البروبابيلتي فاليو المتعارف عليها، اللي هي اكثر استخداما في الابحاث، ان هي دي القيمه اللي بيبقى، لو اقل منها بيبقى الاختبار معنوي، ولو اعلى منها بيبقى insignificant. كلمه اختبار معنوي في هذه الحاله ايه معناها؟ ان نعم، ان هنا في مشكله، ان المتغير ده violated the normality assumption، يعني معناها ان نعم هنا التوزيع غير طبيعي بالنسبه. ولو بصيت على الفاليوز هتلاقيها كلها لا، التاني اللي هو بالنسبه لمجموعه الميل الايمج لا مش متوزعه توزيع طبيعي، لانها لا متوزعه توزيع طبيعي لانها اكبر من ال 0.05 في الاثنين. ها بالنسبه للفيميل لا متوزعه، مش متوزعه توزيع طبيعي، لان الاستادي سيجنيفيكانت، السيجنيفيكانس ليفل السيجنيفيكانت، لان هنا 0.02 وهنا 0.3، وده معناه ان the result significant، ومعناها ان ال variable ده violated the normality assumption. حتى تبص عليها اهو واضح، يعني هنا الفيميل اهو ده مش نورمال خالص، ده مش توزيع نورمال خالص، ده positively skewed او negatively skewed، اسف negatively skewed. وده كمان بيعمل لي، بيجيب لي الكيو كيو بلوت هنشرحه دلوقتي، وايضا الايه بوكس بلوت، كل دي انواع جرافس ممكن نستخدمها، بس خلينا مركزين دلوقتي في السكيونس والكورتوزيس، وازاي اعرف اذا كان المنحنى ده طبيعي ولا غير طبيعي. في مجموعه الميل كان في توزيع طبيعي تقريبا، هو واضح برضو ان هو توزيع طبيعي. مجموعه الفيميل ما كانش فيه، كان نيجاتيفلي سكيو، ده هو واضحه برضو. ها يعني ممكن لو عدلنا شويه في عرض الايه البار ده ممكن تبقى واضحه اكتر. فخد بالك ان انت ممكن تعمل دبل كليك هنا عشان تغير في الشكل واللون والفورماتنج والستايل وهكذا. تمام، ستوب شير، نرجع تاني. خلينا برضو في ال خلينا في الاس بي اس اس، لان احنا بس عملنا الاختبار ده، يعني سبقنا الاحداث شويه وعملنا اختبار النورماليتي، لكن احنا لسه في الديسكريبتيف ستاتستكس وعايزين نقارن بين متغيرين. فبعمل حاجه اسمها الكروس تاب. شوف احنا واقفين دلوقتي فين، نرجع تاني على الاس بي اس اس. ايه الكروس تاب ده؟ الكروس تاب او بيسموها احيانا في بعض الاحيان الكونتينجنسي تيبل، يعني اعرض لي النتائج بتاعتي في شكل تيبل عشان يفرق ويعمل كومباريزون بين التيبلز المختلفه. بسيط جدا، انالايز ديسكريبتيف ستاتستكس، في هنا اوبشن مكتوب عليه كروس تاب، كليك على كروس تاب. فخلينا نقول مثلا عايز اشوف اللويالتي او الولاء، ولاء العملاء بالنسبه للشركه، و سوري ولاء العملاء، واقارنهم بالجندر، يعني اعرف بالنسبه للميل او الفيميل اكثر ولاء ولا مين اقل، مين اقل ومين اكثر. يبقى انا في الاول الرو هيبقى الجندر، جندر هو الكولون، والرو هو الايه اللويالتي، ونقول اوكي مش هنعرف، مش هنعمل اكتر من كده. نرجع للريزالتس، ستوب شير، شير ريزالتس. بص حضرتك بقى معايا ايه بقى النتيجه اللي طلعت. طلع جدول، طبعا السكشن كله اسمه كروس تابس، موجود هنا تحت جنب السهم الاحمر، بيداني سامري ملخص عن الكيس، كيس بروسيسنج سامري، عندي 45 كيس. وهنا بيقول لي ان احنا في كروس تاب بندور على العلاقه ما بين، او بنقارن ما بين متغيرين اللي هما الايه الجندر واللويالتي. فعندي المتغير ده اللويالتي تم قياسه ب 7 بوينت ليكارت سكيل زي ما حضرتك شايف، من 69 جنيه ل 60 جنيه، وعايز اعرف بقى من مثلا بالنسبه للميل او الذكور
كم واحد قال اكستريملي ديس اجري؟ ما فيش، زيرو بالنسبة لفيميل 2، وهكذا. وبتدي عقد مقارنة، ده ببساطة variable comparison أو comparison between variables، عشان برضو يحط القارئ معايا أو بعرض له النتائج في الصورة، بيبقى سهل بدل ما يقعد يدور ويبحث في أرقام كتيرة، بحاول أعرضها في كروس تاب أو ما يسمى بال contingency table. back to slides عشان نعرف ايه تاني مطلوب مننا في عرض البيانات الديسكريبتيف، ودي دي الكروس تاب والايه الكونتينجنسي تيبل. ممكن كمان استخدم المالتيبل بار تشارت. ايه المالتيبل بار تشارت ده؟ برضه فكرة ظريفة عشان اقارن بمتغيرات، بس في اكتر من ايه، اكتر من حاجة بقارن بيها. يعني ايه مالتيبل بار تشارت؟ خلينا نشوف ونجرب يوضح لنا الصورة اكتر. ستوب شير back to SPSS. لو رحنا لجراف وتشارت بيلدر واخترنا متغير، خلينا نقول مثلا الورد اوف ماوث، الأول عايزين نعرف، احنا قلنا المالتيبل بار، ايه المالتيبل بار اللي هو ده البار، بس بنختار حاجه زي دي كده كلاستر اللي هو الاوبشن الثاني، وبيطلب مني ان انا ادخل على الاكس اكسس والواي اكسس المتغيرات بتاعتي. ها فانا هنا عايز اقارن الورد اوف ماوث وعلاقتها مثلا ب والجندر، مجموعتين بس خلينا. تمام، وهنا بيقول لي كلاستر اون اكس ست والفيلر، انا بتحكم في الفيلر، كل ده سهل، يعني كل دي اختيارات سهلة. هنا نقول ال A word of mouse، title 1، automatic، okay. وده نسميه male و female، صح، okay. وده الجندر، انا بعتذر، هو مش الشارت بيلدر هي اللي بتعمل الستاك بار او المالتيبل بار، هي الليجاسي بار، الليجاسي دايلوج، وبنروح لبار. فنقول كلاسترد اللي احنا بنسميه المالتيبل لاين بار، ونقول اوكي ديفاين. هو بيطلب مني ان انا ادخل الفاريبل اللي انا عايز ايه اعمل له مقارنة مع variable آخر، فبنقول الكاتيجوري على الإكس أكسس هتبقى الجندر، وعلى الواي كي number of cases، أنا أخوذ ال word of mouse. طيب يبقى احنا لازلنا في الكلاستر بار او المالتيبل لاين بار. كل اللي عملناه ان احنا رحنا لل
تاني انا لاي جراف جراف ليجاسي دايالوج ام بار، واخترنا الايه كلاستر بار. هنا الكلاستر بار بيطلب مني ان انا ادخل الفاريبلز، الفاريبل اللي احطه على الاكس اكسس او كاتيجوري اكسس كان جندر، وقلنا الورد اوف ماوس ونقول اوكي، مش هنعمل اكتر من كده. ايوه نبص بقى نعمل ستوب شيرنج ونرجع على الريزلتس. بص حضرتك معايا بقى ايه اللي ظهر. هنا الجراف اللي متعلم عليه بالسهم الاحمر هنا ممتاز، المقارنه بين الميل والفيميل في الاجابه على السؤال بتاع الورد اوف ماوس. فهتلاقي مثلا بالنسبه ل النيوترال كان عالي جدا في الفيميل، لكن في الميل كان حاجة بسيطة، كان حوالي أقل من 10%، كمان هنا أكتر من 80% منهم كانوا نيوترال. الإكستريم أجري اللي هو الأخضر، هنا الأخضر في الفيميل كان قليل جدا، كان حاجة 20%، وبالنسبة للميل كان تقريبا قرب من الإيه 80%. وده اسمه إيه بقى المالتيبل لاين او المالتيبل بار، مالتيبل بار جراف، او في الاس بي اس اس بيسميه الكلاسترد جراف، الكلاسترد بار. ممكن نغيره ونعمل حاجه تانية، نروح على جراف برضه ليجاسي ديالوج بار ونختار الستاكت هو ونقول اوكي ديفاين، هما نفس الفاريبل. انا هجيب هنا الاكس اكسس الجندر تمام، وهروح للورد اوف ماوس هنا وهجيبه على الديفاين باي ستاك واقول اوكي ستاكس باي اوكي. نبص على الريزلتس. يبقى احنا جبنا هنا شير، خلينا نعمل شير اوكي. ده نوع تاني من الجرافس. كل دي انواع، واللي يريحك بقى في عرض البيانات بتاعتك وازاي انت ممكن تشوف ده انسب للسؤال ده او الداتا دي او الفاريبل ده. ستوب شير ونرجع تاني للسلايد. طيب احنا عملنا كده مقارنة بين الفاريبلز وده شفنا ده نموذج، بس احنا شفناه طبعا عملي. عملنا كومبيرنج وده الستاك او الستاك بارز والمالتيبل لاين واللاين، واللاين ده دايما بيستخدم في الترند. وشفنا حاجه زي كده دلوقتي الستاك بار. وفي بقى السكاتر بلوت. السكاتر بلوت احنا مش هنستخدمه دلوقتي، احنا مش بنعمل ريجريشن، ولكن هو لما بحاول ارسم العلاقه بين المتغيرين التابع والمستقل في شكل رسم بياني، وفي دوتس زي ما حضرتك شايف كده. هنا علاقه بين مثلا ايه، بين سعر الاويل اويل اند جاز برايسز فور اكزامبل، بين اسعارها وما بين كميه الوحدات اللي بيتم شرائها. طبعا لوجيكلي كل ما زادت الأسعار كل ما عدد الوحدات اللي بيتم شرائها قلت، وده واضح في الاسكاتر بلوت اللي قدامنا أو الاسكاتر جراف. إن العلاقة هنا إيه؟ العلاقة عكسية، هي مش طردية. طردية بتلاقي الإيه الخط طالع، المنحنى نازل، بتبقى عكسية نيجاتيف ريليشن شيب. طيب كل ده كان مجرد عرض البيانات. تعال بقى نتكلم على الديسكريبتيف ستاتستكس. طب نتكلم على الديسكريبتيف ستاتستكس او الاحصاء الوصفي، ناحيتين مهمين جدا لازم اتكلم، تو اسبيكتس مهمين جدا اللي هي سنترال تندنسي وديسبرجن. مقاييس النزعه المركزيه ترجمتها كده سنترال تندنسي، نزعه مركزيه، والديسبرجن او الانتشار. يعني ايه برضه مقاييس النزعه المركزيه تشمل المين والمود والميديان وهكذا. الانتشار اللي بيشمل ايه، الديسبرجن بيشمل الرينج وبيشمل انتر كوارتايل رينج الاي ار ار، وبيشمل الفاريانس والايه كوفيشنت اوف فاريانس. نعمل جامب كده للسلايد
دي عشان نفهم هو ايه المين والمود والميديان والرينج اللي هي مقياس النزعة المركزية، وايه تعريفها وليه هي مهمة ومحتاجها. المين الوسط الحسابي المعروف اللي متوسط ايه الارقام كلها والفاليوز كلها مقسومة على التوتال نمبر divided by the total number sum of numbers divided by. يعني مثلا عندي الست ارقام دول 7 3 4 1 7 6 مجموعهم على عددهم اللي هم 6 بيديني المتوسط الحسابي اللي هو 4.66. طب الفرق بينه وبين الميديان ايه؟ الميديان اللي هو برتبهم بقى ترتيب يا اما تصاعدي او تنازلي ascending او descending، وبعدين بختار القيمه الوسط. فهنا مثلا 7 3 4 1 7 6 تم ترتيبهم تصاعديا 1 3 4 6 7، وده عشان العدد هنا زوجي بقى في عندي رقمين مش رقم واحد كقيمه متوسطه هنا وسطى بتقع بين الارقام المختلفه الثانيه، فبقى عندي رقمين اخد متوسطهم 4 زائد 6 على 2 بيساوي 5، وده الميديان او ايه الوسيط. المود وهي القيمه اللي هي الايه المنوال بيسموها بالعربي الاكثر تكرارا في الايه في الداتا سيت، او فهنا عندي السبعة اتكررت مرتين فالسبعة هي المود. الرينج هو القيمة بين أعلى وأقل قيمة، فأنا عندي في الست أرقام دول مثلا سبعة هي أعلى حاجة وواحد هي أقل حاجة، فالرينج هو 6. ودي مقاييس اسمها مقاييس إيه النزعة المركزية. مقاييس النزعة المركزية لو جينا نبص على التعريفات اللي هو إحنا قلنا الميديان represent the middle value، المود represent the value that occurs most frequently، المين include المين انكلود ذا داتا فاليوز افريج وهكذا. وشفنا خلينا بقى نشوف المين الافريج قلناه اوكي. احيانا بيبقى في ما يسمى بالترند مين. ترند يعني مقطوع. يعني ايه ترند مين؟ لان بيبقى في ما يسمى بالاوتلايرز. الاوتلايرز اللي هي القيم الشاذه، لا احنا زي ما اتفقنا في التوزيع الطبيعي كل القيم بتتمركز حوالين الوسط الحسابي وبعدين على الاطراف بتبقى بتقل القيمه، فبياخد شكل الفاريبل القيم بتاعته واخده شكل المنحنى الطبيعي. لكن بيكون في قيم اوتلاير ده اكستريم داتا فاليو واخده رقم ايه، زي مثلا اقول لك متوسط دخول في الكوميونتي ده مثلا من بين 3000 ل 5000، هتلاقي معظم القيم بتتراوح، بس في واحد بياخد 100000، دي قيمه اوتلاير مختلفه. فلا بد ان احنا نستبعد الايه اكسكلود ذات بورشن اوف ذا داتا فروم ذا اندز اوف ذا ديستريبيوشن. في الحاله دي بنطلع الوسط، بنستبعد القيمه دي بنطلع الوسط الحسابي بيسمى اسمه ايه الترند مين. مقاييس بقى الديسبيرشن بقى اللي هي ايه الديسبيرشن او ايه مقاييس الانتشار. It is important to describe how the data value are dispersed around the sample tendencies. احنا لازم نعرف ان دي برضو مقاييس تانية مهمة، وهتلاقي برضو الاس بي اس اس بيعرضها ليك لو عملت اي اختبار احصائي، اللي هي الستاندرد ديفيشن واللي هي الرينج والاي ار ار. This is only possible for numerical data. يعني مش هقدر اعمل dispersion مقاييس الانتشار دي للكاتيجوريكال داتا، مش هينفع. هو ممكن يديك نتائج لو انت اديته كاتيجوري بس لا تعني اي شيء. فاكثر القيم اللي بيتم استخدامها من مقاييس الانتشار اللي هي الاي كيو ار اللي هي انتر كوارتايل رينج، ها، والستاندرد ديفيشن. على طول الستاندرد ديفيشن ده بيتم استخدامه اس دي. الانتر كوارتايل رينج اللي هي الديفرنس within middle 50% of the value، والستاندرد ديفيشن اللي هي extent to which values differ from the mean، لأي مدى بتبعد هذه القيم بتاعت المعينة دي أو الـ variable ده عن المتوسط الحسابي. طبعا هتقول يا دكتور طب ما هي سهله، يعني مقاييس الديسبيرجن دي، يعني لو انا عايز اعرف الديفرنس بتوين فاليوز انا مش محتاج مقاييس للديسبيرجن. يعني in order to get quick impression of the distribution of the data value for any variable you could simply calculate the difference between the lowest and the highest.
ببساطة يا دكتور أنا هطرح أعلى قيمة من أقل قيمة، ها وبعد كده لو اترتبوا فبالتالي هعرف أنا الرينج، يبقى عندي الرينج، وده يعني موضوع سهل. أقول لك لأ، الرينج كستاتيستكس ما بنستخدموش خالص أو نادرا ما بنستخدمه. ليه بقى؟ عشان احنا اتفقنا ان في اكستريم فاليوز، لكن بيتم استخدام بدلا منه اللي ما يسمى بالاي كيو ار، انتر كوارتايل رينج، اللي هو ايه بقى؟ خلينا نقول ان الميديان بيقسم الرينج ده لنصين، صح؟ مش احنا اتفقنا ان قيمة الوسيط هي القيمة الوسط ما بين الأقيام المختلفة في العينة أو في الفاريبل، ها؟ وممكن نرجع نقسم تاني التو كاتيجوريز دول أو التو جروبس لمجموعتين تاني، فبقى عندي أربع أرباع، فور إيكوال سيكشن، وبنسميهم كوارتايل، يعني بقى في أربع أرباع. اللور كوارتايل ده is a value below which quarter of your data value will fail. الربع الأول أو الأقل هو اللي فيه ربع بياناتك بتبقى موجودة في الإيه؟ الجزء ده، وبعدين الأعلى منه يبقى عندك نص البيانات. upper quartile is a value above which a quarter of your data value will fail will fall. وبعد كده زي ما انت متوقع بالظبط ال remaining half، النص التاني بيبقى فيه ايه ال fall between the lower and the upper، يعني في ربع على اليمين في lower وفي ربع تاني على higher وال50% في الوسط. This difference between the upper and lower quartile is inter quartile. احنا هنا بقى بنقارن بين الايه، بين الكوارتايل مش من بين الفاليوز، انتر quartile range، ونتيجة لذلك it is concerned only with the middle 50% of the data value and ignore extreme value. ودي طبعا وسيلة أفضل بكتير لأنها بتتجاهل ال extreme value أو القيم اللي هي الشاذة اللي هي الأوتلاير، وبتركز على 50% بس من إيه الداتا. وده طبعا مقياس جيد، بياخد في الاعتبار إن إيه، إن مش كل في قيم شاذة extreme values. conceptually من ناحية النظرية و statistically من ناحية الإحصائيات، in research it is important to look at the extent which the data value for a variable spread around the means. هو ليه بيطلع لي الرقم ده؟ يعني بقول لك لأن مهم جدا أنت كباحث تبص على إزاي الداتا دي القيم بتاعتها بتنتشر حوالين المين. As this is what you need to know to assess the usefulness of a typical value for a distribution. If your data value are close to the mean, then the mean is more typical than if they vary widely. كل ما تلاقي الداتا بتاعتك بعدت عن المين، لا الداتا دي مش typical، فيها مشكلة دي. مش مشكلة يعني، ولكن مش ده التوزيع المطلوب أو typical. ها؟ ممكن نوصف بقى الـ extent of the spread ده، مدى الانتشار وبعد القيم عن الوسط حسابي بمقياس آخر يسمى الـ Standard Deviation SD. So if your data sample, if your data are a sample, this is calculated using slightly different formula than if your data is a population. اللي بيشتغل على population ككل بيستخدم برضه الـ Standard Deviation بس calculation أو formula تانية. فإيه هو الـ Standard Deviation؟ You may need to compare the relative spread of data between distribution of different magnitude. One may be measured in hundreds of tons, the other in billions of tons. To make meaningful comparison, you will need to take account of these different magnitudes. A common way of doing this is to divide the standard deviation by the mean, and then to multiply your answer by 100. يعني هي احنا مش محتاجين قوي نعرف ازاي بنحسب الستاندرد ديفيشن، احنا محتاجين نعرف هو ايه الستاندرد ديفيشن وبيفيدني في ايه. ده انا قلته من شويه، هو مقياس بيبين مدى انتشار وبعد القيم بتاعت السامبل بتاعتك عن المتوسط. كل ما كان هناك في انتشار بعيد عن الوسط الحسابي، اذا your data may not be typical. Okay. وكنتيجة لذلك بنعرف ما يسمى بالكوفيشنت اوف فاريشن، اللي هو معامل الاختلاف
the values of the this is this can be can then be compared. بنقدر من خلال برضه الستاندرد ديفيشن والحسابات اللي احنا قلنا عليها دي بنقدر نعرف معامل الاختلاف، ونقدر نقول ان الديستريبيوشن with large coefficient of variation has the largest relative spread of data. كل ما زاد هذا المعيار الـ coefficient of variation، ها معناها ان بي large relative spread of the data. طيب وصلنا بقى لجزئية مهمة جدا، وهي اختبار العلاقات ما بين المتغيرات، examining relationship، ومش بس الـ relationship والـ difference. وطبعا احنا في المحاضرة النهاردة عارفين احنا أفضل طريقة نعرف بيها الكلام ده نطبق عملي، عشان نقول إن ده يعني إيه، إزاي أعمله، إزاي أقيس الارتباط أو الانحدار أو أقارن بين مجموعتين. ها خلينا قبل بس ما نبدأ في الجزئية دي ونشوف الجزء العملي، خلينا نتعرف على كونسبت مهم جدا، اللي هو إيه، اللي هو statistical significance testing أو significance testing، اللي هي the process of assessing the statistical significance of findings from a sample is known as significance testing. لما أجي أختبر وأعمل اختبار إحصائي لازم يشغلني وأنا بشتغل فكرة الإيه الـ statistical significance، معنوية النتائج أو معنوية الـ results. وهي معناها إن هي كلاسيكال أبروش، مدخل تقليدي جدا، ها اللي يعني to significant testing being hypothesis testing أو اختبار الفرضيات يعني. ممكن نفكر فيها كأنها عملية تقييم the possibility that your result could be due to random variation in your sample. إن لو حبينا نفهمها شوية أكتر نقول إن هي عملية تقييم لاحتمالية إن النتائج بتاعتك تكون ناتجة من الراندوم فاريشن في السامبل، مش جاي محض صدفة يعني، ما تلاقيش النتائج، لأن أنت ممكن زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت تايب 1 ايرور وتايب 2 ايرور، ان في عندي نوعين تايب 1 وتايب 2، هنقولهم تاني دلوقتي النهارده، اللي ممكن تقول ان النتائج بتاعتي بتقبل الفرضيه، بتقبل الفرضيه وتقول ان في علاقه، في حين ان هي ما فيش علاقه، وممكن ترفض العلاقه وفي حين ان في علاقه موجوده، فالنتيجه طالعه فيها ايرور. لا، الـ statistical significance بيساعدني أقول النتائج بتاعتي سليمة وطالعة، مش بس نتيجة صدفة، لا نتيجة إيه؟ variation، random variation in my sample. عشان أبتدي أعمل الاختبارات الإحصائية تفحص العلاقات بين المتغيرات والفروق الـ differences، خلينا نحط الاختبارات دي في مجموعتين كبار قوي، مجموعة اسمها البارامتريك تيست والنون بارامتريك تيست. النون بارامتريك تيست ده اللي هو خاص بالكاتيجوريكال داتا اللي ناقشناها في الاول، نومينال واوردينال ودايكوتومس. البارامتريك تيست اللي بيتعامل مع النيوميريكال انترفال وريشيو. عندي بقى جدول بسيط ظريف كده بيقول لي اللي هي ايه فكره اللي هي اف ذن، اف ذن يعني لو هتعمل اختبار فلاني يبقى ذن. لو انت عندك عايز تعمل مثلا علاقه بالمتغيرات يبقى انت اعمل اختبارات فلان، اللي هو ايه، قسمنا الاختبارات الى مجموعتين برضو نيوميريكال وكاتيجوريكال، ها و بنشوف احنا عايزين نعمل انهي اختبار ونقول لك عليه. الاول مثلا لو عندي نيوميريكال ديتا، نيوميريكال ديتا وعايز اعمل اختبار بتاع النورمالتي، احنا عملناه من شويه فاسمه كولمجروف سيمرنوف تيست اند شابيرو ويلك تيست. يعني ده في حال ما يكون عندي numerical data وعايز اعمل اختبر توزيع طبيعي، ها بختار الاختبار ده واحنا عملناه وشفناه على الاس بي اس اس، ممتاز. طب لو انا عايز اعمل اختبار توزيع طبيعي لكاتيجوريكال داتا، ما ينفعش لان الكاتيجوريكال داتا ما هياش numerical، ما هياش توزيع اصلا، ف زي ما حضرتك شايف سبيس هنا ما فيش اي اختبار تاني. طيب لو انا عايز اعمل ان اختبر اذا كان هناك اي نوع من الاندبندنس او التبعيه بين متغيرين، يعني ايه، يعني هل في متغير بيعتمد على متغير اخر ولا لا،
في اختبار اسمه الكاي سكوير، ها، والكاي سكوير ده بتعمله طبعا مع النيوميريكال، ولكن ينفع تعمله مع الكاتيجوريكال بس بالشرط واحد. ايه الشرط الواحد ده؟ ان انت تحول النيوميريكال ده لكاتيجوريكال، تبتدي تعمل عمليه ترانسفورميشن للنيوميريكال فاليوز لجروبينج او تجمع. ازاي يا دكتور ممكن نعمل الاختبار ده؟ حاضر، دقيقه واحده بس نخلص الفكره. بقيه التابع ليه اللي هي كرامرز في وفاي عشان نشوف ونعملها مره واحده. هنشوف دلوقتي الاس بي اس اس ونعمل كاي سكوير، اللي هو تو تيست whether two variables are associated. في علاقه بين الاسوسيشن والاندبندنس تقريبا حاجه واحده يعني، لكن هنا لما بقول في اسوسيشن ما بين كاتيجوريكال variable مش numerical، يبقى انا محتاج اعمل كرامرز في وفاي اللي هم both variable must be dichotomous. لازم لو الاثنين عندي dichotomous هعمل كرامرز في والفاي. ازاي ممكن نشوف الكلام ده ونعمله حالا؟ خلينا نعمل ستوب شير ونروح للاس بي اس اس. ببساطة الكاي سكوير زي ما قلنا بيبحث في أو بيحاول يختبر إذا كان هناك نوع من الاندبندنس أو التبعية بين متغيرين، الاثنين ممكن يكونوا سكيل أو انترفال، ها. وبعد كده بيبقى عايزين نشوف إذا كان هناك في نوع من الاسوسيشن بين تو دايكوتوموس فاريبل. خلينا نبدأ الأول في الكاي سكوير. Go to analyze. نروح ل analyze و descriptive statistics و cross tabs. وهنا بقى احنا عايزين نعرف اذا كان مثلا في فرق بين الجندر الميل ام فيميل بالنسبه لللويالتي، ونعرف اذا كان في فرق معنوي ولا لا، significance. احنا اتكلمنا من شويه على significance level، فمهم جدا. عشان كده هنعمل كاي سكوير، بنروح ل انا بختار اوريدي الجندر في الكولوم واللويالتي في الرو، بنروح للستاتستكس كاي سكوير، بعلم على كاي سكوير، تيك كاي سكوير. بعد كده هنتكلم على فاي اند كرامرز في، بس هنغير الفاريبلز عشان احنا قلنا ان كاي وكرامر في محتاجين ان احنا التو فاريبلز يبقى دايكوتوماس. اكتر من كده مش هنعمل حاجه يعني كده. اوكي ممتاز، وكونتينيو، وبعدين نروح نقول اوكي، نطلع على النتائج، ستوب شير ريزالتس شير. طيب النتائج كروس تاب احنا عملناها قبل كده، فمش هو ده اللي احنا عايزين نشوفه. احنا عايزين نروح على طول للكاي سكور تيست اللي هو الجدول الاخير. يهمنا في الكاي سكوير، اعتقد احنا نسينا حاجه في التيست ده، نرجع له تاني. انالايز ديسكريبتيف كروس تابس، قلنا statistics. محتاجين نكتب ال percentage row and column total، دي نسيناها. اوكي نعمل له percentage. القياس سكوير برضو دايما ببص على الجدول الاخير ده، ببص على السيجنيفيكانس ليفل اهو، التو سايدد اللي هو
asymptotic significance to sighting وأبص على البيرسون كاي سكوير، هل يا جماعة دي significant ولا لأ؟ نشوف كده هي كام الفاليو 0.094، يعني معناها أعلى من 0.05 0.05 اللي هي البي فاليو اللي هي الكومن بنستخدمها دايما كثريش هولد في السيجنيفيكانس ليفل. ومعنى كده ايه؟ معنى كده ان هنا ان التست ده هنا الاختبار ده insignificant، لان لو اقل من ال 0.05 هي معناها significant، ومعناها ان ايوه في فروق ما بين الميل والفيميل في بالنسبه للولايات، لكن الحقيقه هو التست مش significant، يعني لا يوجد اي اختلاف حقيقي، مفيش اندبندنس، ها مفيش اندبندنس بين اللويالتي والجندر، وعشان كده بنأكسبت النال هايبوثيسز، بنرفض بن 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 بنقبل فرضية العدم، اكسبت النال هايبوثيسز، ونقول ايوه مفيش فرق بين الميل والفيميل. ليه؟ ده اختبار كاي سكوير او مربع كاي بالعربي. ممتاز، نرجع تاني نشوف معانا ايه تاني في الاختبارات. كرامرز في، كرامرز في اند فاي، هنا لما بيكون التو فاريبلز دايكوتوموس ممكن اختار كرامرز في. احنا طبعا شفناها بتتعمل ازاي من نفس الايه، من نفس بنفس الخطوات اللي بعملها كاي سكوير، ولكن بختار الاوبشن بتاع كرامرز في وفاي سكوير وفاي، انا اسف. طيب لو عايز اقارن بين مجموعتين، لو عايز أقارن to test or to compare to test whether two groups are different، خلي بالك هنا معايا، لأن ممكن أقارن بين مجموعتين وممكن أقارن بين ثلاثة فأكثر. في مجموعتين هختار اختبار معين، وفي ثلاثة فأكثر اختبار آخر. أول ما تسمع مجموعتين في numerical data يبقى على طول independent t-test. لو طبعا او بير تي تيست، لكن البير تي تيست ده اوفن يوز تو تيست فور تشينجز اوفر تايم. لو انت بتشتغل دراسه لونجيتيودنال ستادي ممكن تستخدم البير تي تيست، هي نفس المجموعه اللي شغال عليها او السامبل، بس على فترات مختلفه، فترات زمنيه. لو انت بقى بتتكلم على ان انت عايز تقارن بين مجموعتين، ولكن ال منهم مجموعة أوردينال، هستخدم اختبار تاني اللي هو مان ويتني يو تيست. خلينا في الأول النيوميريكال ونشوف إزاي ممكن نعمل تي تيست. لو عندي أكتر من جروب، تو جروبس يعني 3 أو أكتر، بستخدم الأنوفا تيست. سريعا نروح نشوف إيه هو الأنوفا والتي تيست للإس بي إس إس. باك شير سكرين statistics here. طيب لو رحنا الـ analyze ورحنا under analyze في compare means، قارن بين المتوسطات، ورحنا الأول واحدة في compare mean، تاني واحدة آسف one sample t test independent sample، أنا آسف independent sample لأن أكثر من مجموعة، إحنا قلنا مجموعتين analyze compare mean independent samples t test، يعني بيقول لي عندي مجموعتين وعايز اقارن ما بينهم واشوف اذا كان هناك فروق ولا لا، مجموعتين فقط، واحد الايه التغيرات numerical، والمجموعه الاخرى اللي هي nominal or nominal is. التست فاريبل خلينا نقول الايمج، ايمج 3 هنقول التست فاريبل دي اللي انا عايز اقارنها بين الميل والفيميل، يبقى الجندر هو الايه الجروبينج فاريبل. وشوف الاوبشن المتاحه، مش محتاجين نغير اي حاجه، ونقول لازم نعرف الايه، لازم نعرف الفاريبل اللي هو الجروبينج فاريبل. هنا الاس بي اس اس بتعريفه، لما احنا جينا عملنا الكودينج حطينا الميل 0 وعملنا الفيميل 1 وقلنا كونتينيو. اوكي كونتينيو، اوكي نرجع للريزالت، ستوب شير، شير سكرين ريزالتس. اوكي عندي دلوقتي التي تيست
وجايب فوق كده عنوان الاختبار، وبعدين الجروب ستاتستكس بيتكلم عن المجموعتين، عندي مجموعة الميل والفيميل، سامبل سايز، المتوسط الحساب، الستاندرد ديفيشن اتكلمنا عنه من شوية، الستاندرد ايرور، ونتيجة الاختبار الاندبندنت سامبل تي تيست. ازاي نقرأ الاختبار ده ونفسر نتائجه؟ اجين بترجع للسيجنيفيكانس ليفل، العمود ده الكولوم ده في ليفينز تيست اوف ايكواليتي اوف فاريانس، ها بنبص عليه هنا السيجنيفيكانس ليفل كام؟ 0.5 0.543، ومعنى الكلام ايه؟ معناها ان هي اعلى من البي فاليو 0.05، معنى ان النتائج هنا insignificant، نتيجة الاختبار غير معنوية، insignificant results، وده معناه لا يوجد أي فروق بين الذكور والإناث male and female بالنسبة إلى الصورة الذهنية الموجودة عندهم تجاه الشركة. وببساطة هو ده اللي محتاج تعرفه من الاختبار كله في منتهى البساطة. لو احنا عايزين نختار، لو عايزين نقارن بين أكتر من مجموعة، احنا اتكلمنا ان لو مجموعتين عندي بختار التي تيست، أكتر من مجموعة، أكتر من مجموعتين ثلاثة فيما فوق، بعمل الأنوفا تيست، بروح أنالايز كومبير مينز برضو وان واي أنوفا. أنوفا اللي هي إيه؟ أناليسيس أوف فاريانس، أناليسيس أوف فاريانس الأبريفيشن ده أناليسيس أوف فاريانس اللي هو معامل التباين أو الاختلاف. خلينا نقول الديبندنت ليست هيبقى الورد اوف ماوث تو مثلا، وعندي المجموعات اللي هي اكتر من اثنين هختار الايدج، لان عندي الايدج في الدراسه دي اكتر من مجموعه متقسمه فئات تقريبا 4 أو 5 فئات، واقول والله هنا بما ان عندي اكتر من مجموعه فبقارن بينهم، فبيقول لي اعمل بوست هوك اناليسيز. بوست هوك اناليسيز يعني قارن بقى بين كل مجموعه والتانيه. باي ديفولت كده بنختار توكي تيست، بنختار شافي احيانا عشان يقارن بين مجموعتين مجموعتين، هشرحها دلوقتي. والكونتينيو اوكي، ما فيش اوبشنز تاني اعتقد. ايوه في، ممكن بقى لو عايز تجيب الديسكريبتيف ستاتستكس تعمل كليك، ومينز بلوت لو بحابب. الهوموجينيتي، هوموجينيتي اوف فارينس خلينا نطلعها دلوقتي وبعدين نشرحها، وبعدين احنا نتكلم عليها في المحاضرة برضو النهارده، ونقول اوكي. فين النتائج؟ وان واي انوفا هو موجود، جاب لي الديسكريبتيف ستاتستكس كالعاده. انا عندي طبعا زي ما قلنا الاعمار حوالي 5 مجموعات، اقل من 18 19 35 36 45 46 ل 60 اند اكتر من 60 وهكذا، يبقى عندي 6 مجموعات. وجاب لي الايه الديسكريبتيف ستاتستكس بتاع الفاريبل ده، والهوموجينيتي اوف فاريانس تيست نأجله شوية، لكن عايزين نبص على إيه؟ عايزين نبص على الأنوفا، الأنوفا تيبل اللي هو ده اللي عليه السهم الأحمر ده، برضو نبص على السيجنيفيكانس ليفل والإف فاليو. السيجنيفيكانس ليفل اللي هو بتوين جروب اللي هو التباين والاختلاف بين المجموعات، هل في فرق؟ لا الحقيقة السيجنيفيكانت هنا برضو insignificant، لا يوجد اختلاف. لو كان بقى في سيجنيفيكانت هبتدي ابص بقى على كل مجموعه اخرى، مقارنه المجموعه الاولى اللي هي اقل من 18 سنه مع المجموعه الثانيه اللي هي من 19 ل 35، واشوف اذا كان في فروق ولا لا. بما ان ان جنرال ما فيش اي فروق، وبين المجموعات وبعضها برضو ما فيش اي فروق، وبالتالي التست ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله ما فيش اي فرق ما بين الفئات العمريه المختلفه بالنسبه لايه؟ بالنسبه للورد اوف ماوث او بالكلام او البروموشن او الريكومنديشن للشركه بتاعتنا والاورجانيزيشن بتاعتنا. ماشي ستوب شير. يبقى احنا كده يا جماعه عملنا اختبارات كتيره دلوقتي، يا ريت ان شاء الله لما نيجي نشتغل في البحث نرجع ونشوف احنا محتاجين نسال نفسنا هو انا عايز اعمل انهي اختبار. تمام آسف. وأشوف الاختبار المناسب عشان حتى يجاوب لي على السؤال البحث بتاعي وأبتدي أعمله
بناء على اللي احنا عملناه، وبتقوم حضرتك بالتنفيذ بنفس الخطوات. لو انا عايز اعمل الاسوسيشن تو اسيس ذا سترينث اوف ريليشن شيب بتوين تو فيرب، قوه العلاقه قد ايه؟ يعني انا مش بقول في علاقه ولا ما فيش، انا عايز ابحث في علاقه ولا ما فيش، لسه مش عايز اعرف دلوقتي مين الاي في ومين الدي في، مين المتغير المستقل ومين المتغير التابع، لا انا عايز اعرف بس هل في علاقه ولا لا؟ واذا كان في علاقه هل العلاقه قويه ولا لا؟ واذا كانت قويه هل معنويه ولا لا؟ اكتر من سؤال هنا. بستخدم اختبار اسمه الكوريليشن تيست او البيرسون برودكت مومنت كوريليشن كوفيشنت، اسم طويل شويه بس اختصارا بيبقى معروف باسم ايه؟ بيرسون كوريليشن، ويرمز له بالرمز ار، وار ار الاختبار ده القيمه بتاعته بتاخد من صفر لواحد او من صفر لنيجاتيف واحد. يعني ايه صفر لواحد وصفر لنيجاتيف واحد؟ طبعا اتكلمنا عن كل اللي انا بعمل له سكيب ده، دلوقتي احنا عملناه عملي فمش محتاجين تاني ان احنا نتكلم عنه. خلينا نتكلم على قيمه الار، الار فاليو اللي هي كورليشن كوفيشنت، بتاخد قيمه لا تتجاوز الواحد الصحيح، ها، ومن صفر لواحد او من صفر لنيجاتيف واحد. نيجاتيف واحد بالنيجاتيف ان في علاقه في ارتباط، بس العلاقه عكسيه، بوزيتيف علاقه ايجابيه يعني طرديه، يعني الاثنين بيزيدوا مع بعض او بيقلوا مع بعض. كل ما قربنا من الصفر كل ما الداني ده مؤشر على ان في ارتباط ضعيف قوي، وكل ما قربنا من الواحد الصحيح كل ما ده لي ان في ارتباط ارتباط قوي. بس طبعا مش نقرب قوي 0.9999، دي معناها ان الاثنين قربوا بحاجه واحده، وده بنسميه دلوقتي هنشوف اللي هي المالتي كولونياريتي، ودي حاجه طبعا مش عايزينها لانها بتقول لي ان انت الفرق ما فيش فروق قوي بين الايه المتغيرات اللي عندك. فمحتاجين نقيس بقى الايه الكورليشن كوفيشن ده، ومش بس كده محتاجين كمان نعرف اذا كان معنوي ولا لا. ونستخدم البيرسون كورليشن امتى والاسبيرمن كورليشن امتى او الكندل رانك امتى؟ واضح ان هو الاسبيرمن والكندل دول مع مين؟ مع الكاتيجوريكال داتا، ها كاتيجوريكال داتا، لكن مع النيوميريكال بنستخدم بيرسون عادي. ازاي يا دكتور ممكن نعملها في الاس بي اس اس حالا؟ عرفنا ان بيرمز ليه بالرمز ار سكوير. خلينا جو تو اس بي اس اس قبل ما نبتدي، وبعد كده نعمل الكوريليشن، وبعدين نروح على الريجريشن، وتعتبر دي اخر الاختبارات الاحصائيه اللي معانا، وهنتكلم على شويه مفاهيم بعد كده وننهي المحاضرة بإذن الله. بنحاول النهاردة المحاضرة تكون to the point، يعني عشان في الشرح موجود في السلايدز عند حضراتكم، فيهمنا قوي الجزء العملي النهاردة. نروح لـ SPSS وعايزين نعمل اختبار الكوريليشن، نروح لـ Analyze، وتحت Analyze في Correlate. Correlate في Bivariate. هنا خلينا الأول نختار two variables، ها scale variable أو numeric، هنختار image مثلا و loyalty، image أو image word of mouth. على فكرة ممكن تختار أكتر من اثنين، يعني ممكن تختار ثلاثة. خلينا نختار loyalty و word of mouth، loyalty و word of mouth، و move to the variable سايد، واوريدي باي ديفولت مختارين البيرسون كورليشن اللي هو يدي معامل الارتباط اللي هو قيمته بتتراوح من الصفر للواحد الصحيح او النيجاتيف 1، اللي هي بحاله ما يكون الارتباط ايه بالسالب او بعكسي او يا اما طردي او عكسي. مش محتاج كتير هنا، في يعني لو محتاج تعمل مين اند ستاندرد ديفيشن مش مهم. ها ونقول اوكي سريعا على النتائج، لان الاوتبوت بتاع الاس بي اس اس بيفتح ويندو لوحدها مختلفه، فلازم حضرتك تبقى واخد بالك من الجزئيه دي. الكوريليشن اهو النتيجه ايه بقى؟ النتيجه بتقول ايه؟ بيقول لي والله ان اللويالتي او الولاء مرتبط حقيقي بالورد اوف ماوس. كل ما كنت انت بتحب الشركه بتاعتنا منتظم انت ككاستمر عندنا وبتيجي وبتشتري من عندنا، كل ده ما يدفعك اكتر ان انت تتكلم عن الشركه بشكل ايجابي، مش كده؟
It makes sense. عشان كده نتيجة الارتباط طلع 0.542. يعني هو مش قوي قوي ومش ضعيف لكن مودريت. الأهم من كده هو significant. بص حضرتك هتلاقي 2 أستريكس هنا، نجمتين كده فوق الرقم، ومعناهم إيه؟ معناهم correlation is significant at the 0.01 level. يعني كمان ال significance level مش عند 0.05 اللي هو البي فاليو المتعارف عليها الكومون، لا ده عند 0.01. وده معناه ان ده ارتباط معنوي في علاقه. بس خلي بالك لازم نفرق بين الارتباط بين المتغيرات والكوزاليتي، بين الكوريليشن اند كوزاليتي اللي هي السببيه. هنا الارتباط بتاع الكوريليشن ده مش بيقول لي خالص مين بيأثر على مين، مين اي في ومين دي في، مين متغير تابع ومين متغير مستقل، هو بيقول لي في علاقه. بعد كده ان شاء الله هنعمل كمان شويه الريجريشن تيست او اختبار الانحدار، هو اللي هيفهمني بقى على حسب برضو انت بناء على البحث بتاعك انت معتبر ان الفاريبل ده اي في، فبتقول والله اوجد لي اذا كان في علاقه بين المتغير المستقل والتابع، ومين المتغير ومين ايه التابع ومين المستقل. ده البيرسون كوريليشن. طب لو غيرنا واخترنا نروح تاني انالايز كوريليت باي فاريت، لازم نغير بقى الايه لتو فاريبلز، لازم يكونوا واحد منهم او الاثنين مثلا يكونوا ايه الجندر اللي هو نومينال و خلينا نقول لا بلاش الجندر، خلينا نقول الايدج، لان الايدج اصلا في رانك في ترتيب وما بين الاتيتيود. الاتيتيود رقم واحد. وطبعا مش هنختار بيرسون كورليشن، هنختار كيندل تو بي اند سبيرمان، والاثنين دول بيستخدموا في الايه الرانكينج او في الارتباط ما بين تو فاريبلز كاتيجوريكال فاريبلز. ونقول ايه هنا طبعا اوبشن واحده، طبعا ما ادانيش مين، طبعا اوتوماتيكلي لغى المين ولغى الايه كروس برودكت ديفيشن والكلام ده كله، ونقول اوكي. ايه بقى النتيجه؟ هل هناك السؤال اهو عشان انت بنتكلم على الاسئله البحثيه بقى، السؤال كان بيقول هل هناك ارتباط بين الاعمار او الفئات العمريه وما بين الاتيتيود توردز ذا براند او الشركه او العلامه التجاريه او غيره؟ الحقيقه الاختبار ده قال نعم، نعم يوجد. لا انا اسف، هو الاختبار الكوريليشن كوفيشن عالي 0.8، يا ده قيمه كبيره يعني، لكن للاسف معنويه الاختبار insignificant. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني هنا في البحث ده او في الدراسه دي في علاقه، لكن العلاقه دي واضح ان هي كانت بالصدفه. لو احنا بحثنا تاني في الارتباط ما بين الايج والاتيتيود، ممكن يطلع ان الايه لا توجد علاقه، والايه والعلاقه دي insignificant. حتى ان وجدت هنا فمعناها ان دي ليس نتيجه الايه random variation in your sample، ولكن نتيجه الصدفه. ماشي، وده النوع الثاني من الايه من الارتباط. الانحدار، خلينا نرجع عليه السلايدز بتاعتنا. ال regression analysis، regression analysis ده واحد من أهم الاختبارات الإحصائية، لأنها بتجاوب على سؤال اللي هو هل هناك علاقة بين أو هل هناك تأثير لمتغير إكس على متغير واي مثلا. فمهم جدا، وكمان بيستخدم في البريدكشن التنبؤ. فعلى سبيل المثال خلينا نديك مثال، مثلا عايزين نتنبأ بحجم المبيعات بتاعتنا، معادلة الريجريشن بسيطة جدا، معادلة بسيطة جدا، بقى في كونستنت هنا ثابت زائد البي متغير. بيقول لي ده ممكن نحقق الايه او نتنبأ ب كمية المبيعات على حسب المصاريف اللي هنصرفها في التسويق ماركتنج اكسبندتشر، وفي بي 1، وعلى النمبر اوف سيلز ستاف، وعلى عدد ايه الاشخاص اللي بيشتغلوا في قسم السيلز. ايه البي 1 والبي 2 دول؟ البي 1 والبي 2 دول بدون الدخول في تفاصيل احصائيه،
اللي هو ال بيسموهم السلوب كوفيشنت، السلوب كوفيشنت، ها، اللي هما تقاطع في ثابت اللي هو تقاطع الخط الجليشر لاين ده مع محور الاكس عند النقطة صفر، بيديني حاجة اسمها الكونستانت اللي هي بنقول الفاليو اللي في الأول، السلوب اللي هو المنحنى أو السلوب اللي هو الميل، السلوب اللي هو الميل اللي يبقى بي 1 بي 1 وبي 2 الاثنين هما الميل بتوع خطين، لان احنا المعادله هنا من المعادله احنا لسه شايفين المعادله، الاثنين بي 1 وبي 2 اللي هو ده منحنى الماركتنج اكسبنتشر، انا المنحنى الثاني اللي هو نمبر اوف سيلز ستاف. فالموضوع سهل، انت بتحدد من خلال تحديد قيم مثلا ماركتنج اكسبندشر ونمبر اوف سيلز ستاف، تقدر تحدد الاماونت اوف سيلز مع معرفه الكونستانت او الثابت في المعادله دي عند استخدام الايه الريجريشن في البريدكشن او الكلام. ازاي بقى ممكن نعمل ريجريشن باستخدام اس بي اس اس؟ وخلينا نرجع بعد ما نعمل الريجريشن، خلينا نعمله الاول، بس عايز اقول لك قبل ما تعمل الريجريشن لازم هناك بعض الايه الافتراضات assumptions برضه لازم نكون عارفينها كويس عشان نقول ان الريجريشن بتاعنا نتائجه جيدة والتزمنا ب statistical assumption المفروض تكون as a prerequisite for ايه for the test. نعملها الاول عشان نعرف بس مبدئيا ازاي ممكن نتعامل مع الايه الريجريشن. stop share back to SPSS. okay. هنا الريجريشن برضو انالايز، الانالايز منيو فيها كل ايه معظم الاختبارات ريجريشن اند لينير ريجريشن. اداني الويندو دي لينير ريجريشن، عايز من حضرتك بس تقول له مين هو المتغير التابع والمتغير المستقل، مين المتغير التابع ومين المتغير المستقل. نخلينا نقول التابع دايما، خلينا نقول اللويالتي، اوكي لويالتي 1. اوكي المتغير المستقل اللي بيأثر في اللويالتي خلينا نقول ايه الاتيتيود، يور اتيتيود ده في حالتنا اذا هتعمل سيمبل لينير ريجريشن احضار خطي بسيط علاقة بالمتغيرين، لكن احيانا بيبقى في عايز اعمل علاقة بين مجموعة متغيرات بيسموهم مالتيبل ريجريشن. خلينا نعمل السيمبل لينير ريجريشن الاول. الاستاتستكس ايه اللي انا عايزه من الاستاتستكس؟ ار سكوير، ار سكوير اوريدي، ار سكوير هو بيجيب لي الار سكوير اوتوماتيك، لو انا عايز اشوف الار سكوير تشينجز بختارها، لكن خلينا نقول بس الديسكريبتيف بس، وعايزين نشوف اذا كان الكولونياليتي دايجنوز، هشرحها دلوقتي بعد الاختبار على طول اللي هي ايه هي الكولونياليتي بس محتاجينها، والبلوت مش محتاجين نعمل بلوت دلوقتي، سيف. هل في اي اختبارات محتاجينها؟ عايزين الليفينز تيست، ليه هنقول دلوقتي هنشوف دلوقتي، محتاجين البريدكتد فاليوز ستاندردايزد، هنعلم دول بس نعمل تيك على الاوبشنز دي وهنشوف ليه حالا، هنفصل النتائج ازاي وكونتينيو اوبشنز مش محتاجين نغير اي حاجة، هنقول اوكي نرجع على الريزلتس. اوكي الحقيقة هو حتى النتائج بسيطة جدا، ده descriptive statistics variable عندك، وجاب لك برضو قبل ما يدي لك الـ regression analysis results
جاب لك الكوريليشن ماتريكس اللي احنا عملناها من خلال اختبارات الكوريليشن بيرسون وغيره، وبعدين جاب لي الفاريبل انتر اند ريموف، ازاي التكنيك اللي بيستخدمه الريجريشن اناليسيس في ادخال الفاريبلز للبروسيس دي، والموديل سامري اللي هو بيقول لي الار سكوير. الار سكوير دي مهمه قوي، الار سكوير دي خلينا نشوفها دلوقتي وهنشرحها حالا، اللي هي ايه؟ حجم التغير اللي بيحصل في المتغير التابع نتيجة لتأثير المتغير المستقل. هنا عالية جدا 0.9، يعني معناها 92% من التغير الحادث في المتغير التابع بينشأ من خلال التغير في من خلال الايه تأثير المتغير المستقل، ودي قيمة كبيرة جدا. خلينا بس نقول هو هل هو التأثير ده significant ولا لأ؟ واضح ان النهارده معانا كله غير significant، لان ايه لما بنبص في الانوفا تيبل، هو اسمه انوفا تيبل ولكن هو تابع للريجريشن، لان هو بيقول لي العلاقه ما بين الايه الريجريشن جروب والريزيديوال، والسيجنيفيكانس ليفل هنا 0.179، يعني اعلى بكتير من 0.5، معناها ان العلاقه insignificant. يعني تاثير المتغير المستقل في الحاله بتاعتنا احنا هنا كان الايمج اللويالتي، الاتيتيود، الاتيتيود على اللويالتي لا ما فيش حقيقي لانه انسيجنيفيكانت. بس كده مطلوب مني اعرف، لا هو طبعا احنا قلنا ان في مطلوب كتير، مطلوب كمان هو البيتا، بيتا كوفيشنت دي اللي احنا كنا بنتكلم عنها دلوقتي، اللي هي بنختار الستاندردايزد كوفيشنت طبعا اقصى قيمه ليها الواحد الصحيح، ولكن بتتراوح قيمتها ما بين الصفر والواحد. والفي اي اف عشان نقيس ما يسمى بالكولينياريتي دياجنوز، هنتكلم على الكولينياريتي واللينياريتي والهوموسيكيداستيستي دلوقتي، هنعرف يعني الكلام ده كله. لكن واضح من الاختبار ده هنا ان لا ما فيش علاقه، والعلاقه غير معنويه وانسجنيفيكانت. باك بقى للاسامبشنز اللي كنا احنا بنتكلم عليهم من شويه. ايه الاسامبشنز دول؟ الحقيقه ان العلاقه بين المتغير التابع والمستقل هي علاقه خطيه، علاقه خطيه، واحنا شفنا لما شفنا السكاتر بلوت المتغير التابع بيبقى على الـ y-axis ومتغير مستقل على الـ x-axis، وبنشوف بنقاط كده معينة بنحدد العلاقة دي بتاخد شكل خطي في الغالب. واللينيارتي refers to the degree to which the change in the dependent variable is related to the change in the independent variable. ودي معنى كلمة اللينيارتي، يعني كل مثلا ما تغير المتغير المستقل بوحدة واحدة بتلاقي المتغير التابع يتغير بنفس الوحدة، أو في علاقة بينه وبين التغير في المتغير المستقل. ويمكننا فحص اللينيارتي بشكل سهل جدا، احنا شفناه بان يعني ظاهريا تقدر تشوف، بس اهم حاجه ان والاكستريم كيسز برضو ممكن نشوفها اللي هي الاوتلايرز اذا كان تؤدي الى خرق هذا الاسامبشن ولا لا. ويفضل استبعاد الايه الاوتلايرز من الايه الفاريبلز. يبقى دي اللينيارتي يمكن بسهوله جدا ان احنا نعملها من ايه السكاتر بلوت اللي احنا عملناه في الاول. اسامبشن تاني اللي هو الهوموسيجداستيستي. ايه الهوموسيجداستيستي ده؟ يعني ايه معناه؟ معناه الايكواليتي اوف فارينس. يعني ايه برضو؟ افتراض احصائي بيقول ان بنفترض ان المتغير التابع والمستقل كلاهما عندهم تباين متساوي equal variance they have equal variance. So the extent to which the value of dependent and independent variables are having equal variances. لو هما فعلا having equal variance أو at least equal variance اسمه homoscedasticity. السوفت وير ممكن يعملها لي ازاي؟ من خلال اللي هو الاس بي اس اس، من خلال الليفينز تيست، وهنشوفها دلوقتي ممكن نعملها نطبقها عامل ازاي.
طيب لو ما فيش فارينس او في ان ايكوال فارينس، يعني التباين بينهم بيكون تباين بشكل غير متساوي، يبقى عكسها اللي هي الهيترو سيكداستيستي. ولو عندي الموضوع ده، هل يا دكتور ينفع اكمل واعمل اختبار الريجريشن ولا لا؟ نعم ينفع، لكن يجب ان انت تتعامل معاها ببعض الريميديز او العلاجات، لكن هي طبعا بيوند ذا سكوب اوف ذيس كورس، يعني مش بنركز قوي لان ده مش كورس احصاء او مش كورس مالتي فاريت داتا اناليسيس، لكن مهم جدا تعرف ان ده assumption مهم يكون متعرف. ازاي ممكن اعمل ليفينز تيست؟ خلينا نعمل ستوب شيرنج، جو باك تو اس بي اس اس. ازاي ممكن اعمل ليفينز تيست عشان اختبر الهوموجينيتي اوف فاريانس او الهوموسيكتاستيستي؟ انالايز جنرال لينير موديل يونيفاريت، بختار المتغير المستقل والتابع. الديبندنت فاريبل هنا خلينا نقول اللي هي الورد اوف ماوث مثلا، والفيكسد فاكتور اللي هو هيبقى موجود مثلا الاتيتيود. الموديل كونتراست بلوت، سوري، هنا في الاوبشنز، في الاوبشنز واختار الهوموجينيتي تيست وكونتينيو. هوموجينيتي اللي احنا بنتكلم عليها، هوموجينيتي فاريانس، ونقول اوكي. نرجع بقى لستوب شير، نرجع للريزلتس، كي اوتبوت. ايه اللي حصل؟ ايه النتيجة؟ طبعا يونيفاريت انا فاريانس اناسوف فاريانس ليفين تيست كانوا بي كومبيوتد. ليه بقى؟ بيقول لي في مشكلة، all absolute deviation are constant within each cell. فهنا النتيجة بتقول لي ان هو مش قادر يحسب الليفين تيست. ليه؟ لان في سبب ما، خلينا نشوف ايه السبب. الاتيتيود الظاهر يبدو ان الفاريبل بتاع الاتيتيود مش سليم. خلينا نرجع تاني من الاختبار، analyze General Linear Model Univariate، بلاش الـ Attitude كـ Fixed Factor، خلينا نقول إيه الـ Gender مثلا، أو الـ Image، Image 1، متغير تابع ومتغير مستقل، أوكي، أيوة طلعت النتائج كده مظبوطة المرة دي. ها، إيه بقى النتيجة بتقول إيه؟ بتقول الـ Levine's Test of Equality Errors significant. بس خلي بالك هنا بقى significant معناها مختلفة عن ال significance في الاختبارات الأخرى. significance level معناها إن لا، ال variance is unequal، مش equal هنا، هنا إن الاختلاف غير متساوي بين المتغير المستقل والمتغير التابع، وبالتالي في عندي، ما عنديش homogeneity of variance، في عندي heterosexisticity أو ما يسمى بال unequal variance. وده أحد الاختبارات اللي إحنا قلنا بنعملها عشان نتأكد من إن الـ assumptions بتاعة اختبار الـ regression متوفرة قبل ما نعمل الاختبار، قبل ما نعمل الاختبار. stop sharing back to slides. إحنا اتكلمنا على إيه يا جماعة؟ اتكلمنا على linearity، واتكلمنا على
المالتي كولونياليتي اللي هي في ارتباط كبير بين التغيرات، وده حاجة مش مفضلة. واتكلمنا عن الهوموسجستيستي و المالتي كولونياليتي بقى دي ايه؟ وازاي اختبرها؟ من اختبار الفي اي اف اللي احنا شفناها في نتيجه من اختبارات الايه؟ الريجريشن. لما بعمل الريجريشن بختار الفي اي اف او الفاريانس انفليشن فاكتور. البوكس الكتب بتقول ان لو الفي اي اف يساوي 10 فيما فوق، قيمه ال 10 فيما فوق ده معناه ان في عندك هاي كولينياريتي، واقل من كده ما تقلقش ما عندكش مشكله. ايه الكولينياريتي؟ الكولينياريتي لما نيجي نعرفها ان في كورليشن عالي بين الفاريبلز، وعندك فاريبلز كتير. في حال ما انت بتعمل مثلا مالتيبل ريجريشن بيبقى عندك مثلا بدل الاي في 2 و3 و4 و5 بيأثر على الدي بي، فانت مش قادر تحدد، وصعب بالنسبه لك ان انت تقول او تفصل التاثيرات المختلفه للاندبندنت فاريبل على التاثير الديبندنت على الديبندنت فاريبل. واحنا عشان كده في لازم يبقى في حاجه تساعدنا ان احنا نوصل الى اذا كان في كولينياريتي ولا لا. قلنا ان الاختبار اللي ممكن يساعدني في كده اللي هو في اي اف فارينس انفليشن فاكتور، ها، وده بيبقى انديكيت لو في سبستانشال كولينياريتي ولا لا. لكن تقدر برضو قبل ما تعمل الاختبار تبص على الكوريليشن ماتريكس، هل الارتباط بين المتغيرات عالي قوي؟ في هاي كورليشن اللي هي 0.9 فيما فوق، اعلى من 9 من 10، لو عندك حاجه زي كده برضو تقلق منها. تمام، عكس الفي اي اف اللي هي التولرانس فاليو اللي هي المفروض تكون اقل من الواحد الصحيح. الاختبار بيدي لك الفي اي اف وبيدي لك كمان التولرانس فاليو، بتبص على دي او دي، ها، وبتحدد اذا كان في كولينيارتي ولا لا. في طبعا طرق للتعامل مع الكولينيارتي، لكن ده مش السكوب بتاعنا في الكورس ده. أشكركم شكرا جزيلا، وأتمنى تكون المحاضرة النهاردة استمتعتوا بيها وتعلمتوا إزاي ممكن نستخدم الـ SPSS في التحليل الإحصائي. وأتمنى لكم دوام التوفيق وعلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.